هشت اليوم تقول حج جبير عنده ورقتين ضامهم بالصندوق مال دفنته، والمفتاح كان بجيبه، ومص عياله ما يطلعون المفتاح الا بعد وفاته. بيوم من الايام صاح حج جبير على عجوزه قالها ولك هيله حضري الاولاد، انا اريد اشوفهم الليله تراني موات. حجيه هيله ما قصرت وصاحت حفيدتها شذا، قالت لها جده شذيوه ما تخابري لي على عمامك وعماتك. وشذا اتصلت على واحد واحد من عمامها الثلاثه وعماتها الخمسه، وتنطي الموبايل لجدتها. وحجيه هيله يا هو اللي يرد عليها من الولد يسمع امه هيله تقول له كلمتين ولك ابوك كلش وتبكي، وللبنات نفس الشيء ولكن ابوك كلش وهم ترجع تبكي. وهنا الحجيه تقصد انه حج جبير قربت منيته واجا اجله. بعد ساعه واقل وصلوا ولد الحجي ملثمين باليشامغ، هذا اللي يبكي وذاك اللي ينحب، والاخر يقول بعد وقت يا ابويا. والبنات احتارن شي لبسن، فاتصلت بهن الاخت الكبيره وسوت لهن مكالمه جماعيه، قالت لهن اقلكن لا تجن لابسات اسود، اخاف النسوان يقولون متحضرات الموت ابوهن، تعال اللابسات الوان وعود بعدين نبدل. اتفقن كلهن وقالن هاي خوش فكره. هناك وبيت حج جبير صار ازدحام، الولد والبنات حاوطوا ابوهم، والحجي قوة قام يحكي وقال لهم بصوت قوة ينسمع انا اليوم افارقكم، والكل قاموا يبكون. واحد من الولد قال خلونا نشوف رحيم ابو الكوستر حتى يحضر سيارته. بنات حج جبير قام يونن ونعت هيله يم راس رجلها، راح اللي يقول لي ليش تبكين، وراح اللي يقول لي لا تهمين، وراح الوفي والتشاني لمعين. وبنات حج جبير صحن يا ابويا، وتناوبوا والولد والبنات يودعون ابوهم، وياهو اللي يريد يودعه يدنق على راس ابوه يبوسه. هناك ولن حج جبير فتح عيونه وقام يضحك، الولد والبنات انصدموا وبقوا صافنين بوجه ابوهم. وكان يرد عليهم قال لهم بويا انا كل شيء ما بيه، قالوا له ها بويا شني انت عدل ميت؟ كان يقول لهم انا كل شيء ما بيه بس ردت اشوفكم شو تسوون او اشوفكم شو تسوون بالورقتين اللي اني ضامهن لو متت. كان يقول لهم اري الشوربه حمراء وصمون حار من هذا الزين. ربات سالفتنا يا جماعه الخير جبناها على اللي لعبوا بحال الشعب مثل دوحه وامثاله، كيف هم يصعدون بالدولار؟ كيف هم ينزلوه؟ والعالم حسره عليها الدينار، وحج جبير لو ميت لا سامح الله كان هسه الورقتين المضمومات بالصندوق مال الدفنه وين وداهن؟ والدولار اليوم تقريبا وصل لل 151 لل 150، ويا دوب الورقتين ترى يسوون 300,000 دينار لا اكثر. فوق هذا كله الناس اللي يعزون واللي يجون للفاتحه يدورون لحام وتشاريب، يعني الغداء والعشاء براس اهل الميت. وهسه صار العراق ينطبق عليه المثل اللي يقول هي فاتحه وخسرانه، لو انتم عندكم راي ثاني وبسلامتكم.